أقول لك أنه لحد الساعة 6 عملياتية، 7 في طور إنجاز اللي تجاوزت نسبة الإنجاز، قلت 80 أو حتى 90%. سنصل عند قريب إن شاء الله إلى 13 أمن حضري بالنسبة لعلي منجلي، ومن هنا خلق فرق خاصة منبثقة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتدعيم هياكل أو تدعيم مصالح الشرطة على هذا المستوى، وعطت يعني نتائج كبيرة في هذا المجال.